تحياتي ليكم جميعاً. استكمالاً لحلقتنا اللي فاتت واللي بدأنا فيها نتكلم عن spiritual power أو القوة الروحية ودورها كجندي مجهول في تخطي الأزمة الحالية، هنتكلم النهاردة عن 7 مقامات في طريق الوصول للقوة الروحية النبع أساساً من كون كل واحد فينا نفخة من رب العالمين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبما أن عنصر الطين بداخلنا بيأيد من انطلاق الروح إلى مراتب السمو الملائكية وبيجذبنا دايماً لتحت، روح ربنا بداخلنا تريد الانطلاق بنا إلى عنان السماء، والأزمات دي هي الزلزال اللي مهمته يفوقنا ويرجعنا تاني على طريق الوصول لرب العالمين. وأهل الله لهم 7 مقامات روحية على هذا الطريق. على كل روح أن تكابدها وتجاهد في طريق الارتقاء الروحي spiritual ascension حتى تصل إلى عين الوحدانية. وفي المكابدة والجهاد ده كل واحد مننا لازم يتعامل مع محفزات أو مثيرات triggers لاختبار قوة إيمانه ومدى صبره. المحفزات دي هي بدايات أمراض القلوب اللي علينا جميعا أن نتداركها ونعالجها أول بأول. المرحلة الأولى هي النفس الأمارة، وهي أكثر المراحل انتشاراً، ويبقى معظم البشر في هذه المرحلة في خدمة ذواتهم ويحملون الآخرين مسؤولية شقائهم المستمر أو حتى فشلهم الروحي والمادي. والناس دي ممكن تلاقيهم أسهل ناس ممكن يتم تحفيزهم على السوشيال ميديا، لأن أي شيء أو شخص نضيف ببساطة يستفزهم، وبالتالي هدفهم يهدموا الآخرين وينفسينوا ويكرهوا الخير لغيرهم. وممكن أو ينشروا الشائعات والخوف بين الناس. النور ببساطة بيضايق الناس دي، لأن العتمة هي بيتهم الآمن والكمفورت زون اللي حابين يعيشوا فيها ويعيشوا غيرهم عشان محدش يكون أحسن من حد. عشقهم الأعمل ذواتهم يعوق بذرة النور بداخلهم، وممكن كمان يطفيها تماما، فتصبح العتمة سجنهم المثالي، وأمراض القلوب بكل أنواعها هي عين حالهم مع أنفسهم ومن حولهم. وبالتالي الوصول للمرحلة التالية يحتاج لشمعة النور بداخلهم أن تظل مضيئة. المرحلة التانية هي النفس اللوامة، وهذا النوع بيجاهد نفسه وبيحاول يشتغل عليها، فبدلاً من أن يلقي اللوم على الآخرين يبدأ بإلقاء اللوم على نفسه. والنوع ده على السوشيال ميديا ممكن يتأثر باللي حواليه بسهولة، أو يسهل اجتذابه لأي فكرة أو مجموعة، لأنه ببساطة لازال يبحث عن هويته الروحية ولم يمتلك زمام نفسه بعد. ساعات ممكن يتحفز للخير فيرد غيبة أخوه أو أخته أو يدعو لعمل خير، وساعات تانية ممكن يشير حاجة أو يعلق تعليق لا يصح وبعدها يندم، وكنا نخوض مع الخائضين. ومعظمنا من النوع التاني ده. عشان كده أول خطوة لعبور هذه المرحلة بسلام هي عقد النية setting your intention قبل ما ندخل على السوشيال ميديا. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد كم الحسنات وجبل الحسنات اللي ممكن تخرج بيه من جلسة واحدة على السوشيال ميديا. ده طبعا غير التطهير الروحي أو spiritual cleansing، وده اللي بيجهزك للمرحلة الجاية. المرحلة الثالثة هي النفس الملهمة. في هذا النوع تبدأ النفس بالطواف في وادي المعارف الإلهية، ويظهر العالم لديه جديد مليء بالإلهام. هذا النوع عنده عين ثالثة ونور بصيرة، قادر يميز بين الأشخاص حتى عن بعد، قادر يقرأ ما بين السطور ويميز الخبيث من الطيب كويس. نفسه الملهمة بتبدأ تنور له الطريق، ومن الصعب تحفيزه أو استفزازه بسهولة. الإنسان ده بيبدأ يشوف الدنيا والناس والأحداث بطريقة مختلفة عن باقي البشر، ويظل في رحلة من البحث والاستكشاف للكون كله عن طريق الخوض في دواخل نفسه وتحليلها إلى أن يصل إلى مقام الرابع. من علامات هذه المرحلة هي القدرة على الانتقاء eclecticism والتمييز بين ما يجب مشاركته مع الآخرين وما يجب تجاهله. المرحلة دي ممكن تجد الإنسان فيها يعتزل السوشيال ميديا تماماً، أو يكتفي بدور الملاحظ عن بعد distant observer، لأنه في هذه المرحلة بدأ يسأل نفسه أسئلة وجودية وتحليلية عميقة تصل به في النهاية إلى المرحلة التالية. المرحلة الرابعة هي النفس المطمئنة. هنا ترتقي الروح إلى درجة أعلى من الوعي، حيث تجد الانتقاء يحدث بشكل عفوي وتلقائي وبأقل مجهود.
من صفات هذه النفس الشعور الدائم بالرضا مهما بلغت مشاق الحياة، وبالتالي تجد النفس دي قادرة على التعاطف مع الآخرين وتطمينهم وتشجيعهم والتعامل الجيد مع أي تحفيز أو استفزاز يظهر في صورة غيرة أو نفسنة أو عدائية، لأن من وصل لهذه المرحلة قادر على أن يحتضن آلام الغير ويتفهم بواطن الأمور حتى عن بعد وعبر قنوات السوشيال ميديا. من وصل إلى هذه المرحلة قد تمكن من زمام نفسه وغلب خيره شره فعلاً وقولاً ونضجاً روحياً، حيث أن جهاد هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على القلب سليماً مستنيراً بالمحبة تجاه الجميع، الأعداء قبل الأصدقاء والأغراب قبل الأقرباء والمهاجمين قبل الداعمين. جهاد النفس يحدث بعملية مهمة جداً اسمها self healing، وهي تتمثل في غسيل القلب الدوري من نكتاته وتمييز الطيب من الخبيث. على السوشيال ميديا تجد هذه النفوس تبكي حزناً على من لا تعرف قبل من تعرف، وتدعو للجميع بظهر الغيب سواء بتعليق أو من غير، وتظل هكذا حتى تصل إلى المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة هي النفس الراضية. يشعر صاحب هذا المقام بالرضا مهما كان الوضع الذي يضعه الله فيه، فلا تهمه الأمور الدنيوية. سكان هذه المرحلة يرون الله في كل خلقه وكل عطاياه وكل اختباراته وابتلاءاته. أصحاب هذا المقام الروحي وصلوا إلى قدر كبير من السلام النفسي الذي يمكنهم من عدم الالتفات إلى أي مشاعر سلبية تجاههم. على العكس، تراهم ينشرون قدر عالي جدا من الطاقة الإيجابية والمحبة والمودة مع الجميع حتى لو لم يعرفوهم معرفة شخصية. الناس دي شعارها ادفع بالتي هي أحسن، الناس دي تجارتها مع ربنا في السر أكتر منها في العلن، الناس دي بيتجروا مع ربنا تجارة جبر الخواطر على السوشيال ميديا. اللايك والشير والكومنت لمن يعرفون ولا يعرفون هو سبيلهم لجبر خواطر العباد. وقولوا للناس حسنا، والتغافل عن ضعاف النفوس والدعاء لهم بظهر الغيب هو شعارهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، حتى يصلوا إلى المرحلة السادسة. المرحلة السادسة هي النفس المرضية، حيث يصبح المرء مشكاه للإنسانية يبث الطاقة الإيجابية والمحبة والأنوار في كل من يطلبها وأين ذهب، فيحدث أثر في حياة الآخرين. الناس دي رضي الله عنهم فأرضاهم، الناس دي أنار الله ما بداخلهم حتى ينير العوالم من حولهم. سكان هذه المرحلة معلمون في المقام الأول، عمال نور light workers، باستطاعتهم إنارة دروب من يعبر طريقهم. كمية السلام النفسي والرضا والسعادة التي تسكن في تلك القلوب يمكنها أن تغمر العالم أجمع. عمال النور دول باستطاعتهم احتواء الغير والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. سكان هذه المرحلة أصبح كل منهم عبداً ربانياً يرى ويمشي ويعيش ويتنفس بنور الله حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة. المرحلة السابعة هي النفس النقية، وهنا مرحلة الإنسان الكامل، خليفة الله في الأرض، مشكاة النور التي تضيء لها ولغيرها. ومن يصل لهذه المرحلة يصبح منارة للعلم الروحي، له من المريدين الكثير يتخاطبون بالروح قبل الكلمات. سكان هذه المرحلة قادرون على علاج الآخرين من أمراض القلوب. Healing others أصبح من أقوى ملكاتهم وعطاياهم. أسأل الله العظيم أن ينير بصائرنا حتى نصل إلى هذه المرحلة التي قال عنها المولى عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.